يا هلا فيكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامجنا برنامجكم بالعافيه. انا معكم مؤيد زكي. وانا معكم سعيد باكودح. كيف حالك يا سعيد؟ الحمد لله. كيف حالك يا مؤيد؟ والله الحمد لله. متحمس للحلقه الجديده؟ متحمس اليوم متحمس لاني شايف في كميه لغوص في الموضوع. شايف زبده دبل. زبده دبل. وشايف هنا ايش؟ ايش؟ تمر. معجونه تمر. ايه. طيب اليوم حنسوي يا مؤيد تمريه وبطريقه جدا جدا سهله وما تاخذ وقت. كلها مكونات فوق بعض. رصها تمر، رص ثاني وفرن بس. يبني سيد لما نختصر بسيطة هي دي. شفت كيف؟ طيب يلا نبدأ. خش يا في المكونات. خش في المكونات. طيب عندنا هنا دقيق راح نستخدم 3 أكواب دقيق، وعندنا هنا معجون تمر، وعندنا هنا فانيليا راح نستخدم 1/4 ملعقة فانيليا، وعندنا هنا باكنج بودر راح نستخدم 1 ملعقة صغيرة باكنج بودر، وعندنا هنا سكر مطحون راح نستخدم 2 ملعقة، وعندنا هنا زبدة تقريبا 4 ملاعق راح نستخدم 4 ملاعق، راح نذوبهم وراح نستخدمهم. جميل جدا. وعندنا صينية وكاسة عشان ناخذ مقدار الدقيق. حلو. جاهزين يا مؤيد؟ جاهزين. يلا أول شيء حنبدأ نسوي إيش؟ حذوب عندي الزبدة. شغل النار وندوب الزبدة. طيب. بعدين يعني كله راح يكون في القدر خلاص ولا؟ مو في القدر. أنا هنا بس عشان أذوب الزبدة. الباقي كله حعجنه في الصينية اللي عندك. جميل. قلت لك أنا يعني اليوم مكوناتنا والوصفة جدا إيه؟ سريعة. لازم بعد ما أطلع من برنامج أروح أقيس كم صار وزني. والله من جد. وحتبدا يعني من جديد صح؟ ابدا اصلا بديت انا اصلا. طيب ايش رايك تشيل هذول من عندي خلاص؟ هنا هذا برضو هنا. شايف كيف الزبدة على طول تذوب؟ التمرية ايش اصلها؟ اصل التمرية؟ ايه هي اكلة عربية لكن يعني معروفة عربية. لا من جد؟ يعني وين اصلها؟ ما لا 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 عربية من جد بس انه معروف انها اكلة عربية. يعني اصل عربية. ليش اليوم اخترت؟ انت ايش تباني اقول لك يعني يمنيه او كذا او كذا؟ ايوه لا هي معروفه عربيه يعني تروح في السعوديه بيسوى، تروح في اليمن بيسوى، بتروح في المغرب بيسوى، بتروح في كل مكان بيسوى. ليش اليوم اخذت لنا تمريه؟ يعني ليش ايش الميزه؟ سؤال مؤيد ليش بتسوي تمريه؟ ايوه ليش بتسوي تمريه؟ انا اليوم بسوي تمريه بس شيء ثاني بنوع. ايش اسوي؟ اي شيء. قول لا قول لي لازم تقول لي حاجه. او تفشل من الدجاج سويناه مره كثير. قول لي انت لازم ايش اسوي؟ يبغى ايش اقول له ولا خلاص انا؟ لا لازم تقول لي اي اكله. لا يعني عشان بوريك حاجه. انا قول لي اي اكله. لما ندخل السمك في الموضوع. ليش بسوي سمك؟ سوي سمك. احنا في انا اديك جواب النموذج. طيب احنا في مكله. ايه؟ مكله ايش؟ ايش؟ ساحلي. ساحلي على ايش؟ ساحلي على البحر. طب استخدمنا السمك، استخدمنا التونه، استخدمنا الجمبري. لا ابا سمك سمك. هات لي تمد. حنيجي مبارك. حنيجي بس انت لا تخاف. هات الاشياء هذه. طيب عندنا كيف الزبده صارت جاهزه؟ طرناك قاعد اتذكر اسمها والله اجي مره أسامي. طيب حنيجي يا مؤيد على طول حنجيب ايش؟ الصينيه. تعال كذا هنا. ايش رايك يا مؤيد؟ تعال كذا هنا روح كذا هناك. طيب على طول حنبدا ايش نحط؟ 3 أكواب دقيق. هاخذ ملعقه عشان نقيس 3 أكواب بالضبط. لازم يا جماعه تحكموا الميزان الوزنيه حق المقادير. ايوه لانه بعضهم يطلع بالشكل المضبوط، بعضهم يشوفوك ويطبقوا بس ما يطبقوا بحذافيره، فهمت؟ فيجي يقول لك ليش حقتي طلعت كذا؟ ليش انا عندي طلع ني؟ ليش طلع مدري ني؟ لا انا ما اتكلم في ذي الاكل. انا اتكلم في الاكل عشان نفرات صديق كله هنا. ما اتكلم في الاكله هذه، اتكلم يعني بصفه عامه. الله يهديك ما تفهم. يا جماعه غير المكان برضو العام الناس تلعب دور. يعني احنا لما نجي هنا انا وسعيد اول شيء ناخذ نشرب شاي او قهوه، مخمخ فاهم كيف، نضبط الامور وبعدين نصور. بعد ما حطينا 3 أكواب راح نحط الفانيليا. بعدين راح نحط الباكنج بودر. الباكنج بودر ليش نحطه يا مؤيد؟ شرايين عشان بينفخ الاكل. والخميره ايش تسوي؟ الخميره كمان تنفخ بس الخميره تنحط مع الخبز مع اشياء زي كذا. طيب هنا عندي سكر مطحون، ايش قلنا حنحط؟ 2 ملعقة كبار عشان يعطي ايش؟ يعطي ايش؟ نكهه حلاوه. ما يحس قاعد لي على كل حاجه دحين. ما ايش بك ما يد هات التمرين. ايش بك زعلت امي؟ طيب لا ايش بتحط تمرين كمان ما اشوفك بصمات. انا صراحه هي اختبرك اصلا اختبرك. صح. طيب طيب انا ححرك المكونات هذه. انا حاسس بتسوي اختراع حتحرك بس كذا. لا لا ححركهم تمام بعدين على طول ححط الزبده فوقهم. اوه ايوه افك الزبده هنا بعدين اعطيني الزبده حنحط الزبده على طول. انا ماليش دعوه. اعطيني الزبده. هات هذا. ايوه
هنحط زبدة عطيني هحطها كلها 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 بس كذا لا تحطها في مكان وزيحة واحد صح؟ ترى حارة كيف حتسوي؟ ما عليك هحركها بملعقة بعدين هحركها بيدي. يا ساتر كمية دسومة دسومة اسمها صح؟ أو دسامة 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 دسومة دسامة كل واحد كمية دسامة في الأكل دي غير طبيعية يا رجل زبدة هذه تنفخ الواحد أكثر شيء استمرية برضو يعني حيطلع شيء حلو أنا متفائل متفائل جدا ترى أنا أحسن وجبة عندي أحسها كسناك وجبة خفيفة اللي هي تمر أي نوع عادي مع لبن تمر مع اللبن وتقعد تغمس ايوه اغمس او مع الزبادي او اشرب ورا بعض يعني اكل واخذ على طول رشفه حلوه رشفه لبن طيب شايف كيف عندي صار حتى لو صغير شايف لا 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 قلت لك صح شايف كيف شايف عندي كيف صار بالطريقه هذه انا ابغاه شايف حتى لونه كيف صار متماسك مره عندي فهمت حنيجي على طول نرص هذه المكونات هنا التمرية شو وضعها؟ ايش تمرية؟ التمر ها اول شيء حرص طبقة من دي بعدين حرص طبقة من التمر زي ما هي بعدين حغطيها بطبقة ثانية اوكي فهمت؟ طيب شايف كيف بعد ما حركناه مؤيد انا حجيب بيض لانه نحتاج انه نحط عندنا حبتين او ثلاث حبات واو فنجان من الثلاجة كيف مو من فنجان كم حبة؟ هنحط حبتين او ثلاثة انا حاحط حبتين اذا شفت انه عندي تحتاج حاحط ثلاثة خلاص بس كذا كفاية مؤيد شايف كذا اول شيء حركها بالملعقه ايش قاعد تسوي مميز ايش الحوادث ايش الاصوات دي ما لك شيء شيء بس كان بيطيح وما طاح وطاح كان بيطيح وما طاح وايش قاعد تقول فالان مع البيض اتوقع حتصير ايش هذا حتكون كذا انا بحط لنا زيت احط زيت صح ايوه كذا مسحه والله دي مره مو مسحه هذه مره مو مسحه اديني من دي طيب طيب دقيقه خلني دقيقه اخلص انا من دي شايف كيف مميز بعد ما حطيناها بالطريقة دي هحركها كذا بيدي هنا كمان قاعد تهمس كأني ايه؟ قاعد تهمس أهمس؟ ايوه ولا قصدك أهرس؟ تهمس في فرق ايش يعني تهمس؟ ايش الفرق بين تهمس وتهرس؟ هذا همس ما تسمع عن الهمس؟ إلا إلا بس أنا حسبتك تقصد هنا يعني هرس في غير بين الهمس والهرس صح عطني فاين الفاين الميت أخذ ركها ما في أي مسحة في الموضوع حرفيا ما في مسح الموضوع شايف كيف عندي صار ميت صار جاهز انه احنا ناكله لا لا تاكله طولت اتوقع كمان انه يحتاج الى حبه بيض نبغاها تكون خفيفه ما تكون مره قاسيه فهمت يعجبكم ميت هو يكسر البيض يحسس بنفسه في الكافتيريا طعم يلا على طول يلا لا تخارج ميت ترى الزيت نشف لا لا ما نشف خليك معك طيب خليك ما عليك ايوه 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 من اول من اول ها طيب شايف طريقه هذه ميت متاكد انه عندي ايش البيض اختلط تمام العجينه صفرت ايوه هي من صفر. الزبده ومن البيض هي صفر لانه زبده صح من الزبده صفرت مش من البيض ريحتها شنيعه يعني. ريحة الزبدة جدا شنيعة ما احب الزبدة حتى انا ما احب ريحة الزبدة بالذات لما تفورها تحطها كذا على النار تطلع ريحتها طيب شايف عندي كيف كذا عندي سماكتها جدا تمام شايف كيف يلا يلا مزيتة تحسها كذا مزيتة تلمع انا طيب. حمست يلا طيب نحط الطريقة دي حطنا راح ايش راح فغص كذا طيب بس هذا المكون اتوقع انه حيش حيقفل لي الصينيه كامله ما حيكفي فحتخلي كم طبقه طبقتين طبقتين بس احسن هذا قصدي يعني حتكون محشيه ولا مو محشيه الا محشيه بالتمر اوكي ان شاء الله تكفي يعني لا لا حتكفي حتكفي بس تاكد من حاجه انها تنفخ بس توزعوها تمام ايوه هي ما حتتنفخ تتنفخ مره عادي حتى ايوه 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 بالضبط يا عيني شايف من عندي تمام نزع تمام لانه في جهه زايد جهه ناقص طيب التمريه انا بتمنى تكون زيتكم مكوره اذا ما اتذكر ما اذكر جوها في يحطوها في من خشب اسنان او من خاش اسنان او يسمونه
وتكون في دائرة. لا هذيك لما تكون التمر لحاله. تمرية اسمها نفس الاسم. ايوه نفس الاسم بس تكون تمر لحاله يكوروها يحطوها في الكذاب او النرجيل او بعضهم يحطوها في شو اسمه في اللوز. وبس تاكلها زي ما طعمها لذيذ جدا هذه. ايوه هذا هو كله دحين كوره صارت عندك التمريه اللي انت تقصدها. والله ايوه نفسه هذا. طيب شوف هنا كيف حنسوي. حتضغط كذا مي زيك. حتضغط قاسي مره شو كذا. اوكي حتضغط حتفردها تمام وحتحطها. ما بك تحط كذا وصله كبيره. لا بالطريقه هذه بالطريقه هذه. انا انسان ترى مره ما خشن في الاشياء هذه. شايف حطها كذا تاخذ وصله. ليش لصق معايا؟ شايف كيف؟ يمكن عشان انا الدافي مزيته لاني حركت العجين. اه اوكي. طيب شايف كيف الميت؟ طيب حطها بالطريقه ذي. حطها هنا حطها هنا بعيد حتى عادي. لا لا اضغطها اكثر اكثر. لا لا تضغطها فوق شلها. طيب لصقتها هنا خلاص. شوف كذا خليها يا اخي هات. لأنه أنت تشوف التمرية كذا تحسها تقول قليلة لكن لما حتنطبخ حتشوفها كثيرة. متى هذه؟ الحين تمام شوفها ما تزكدي ولا حاجة. إيه لأنك زيت يداتك دحين. طيب شكلها ميت. حطها فوق بعض ولا حطها توزعها طول على الكل؟ لا لا ما حتحط فوق بعض نهائياً. ما ينفع ما في مكان. لا لا في مكان قصها قصها طيب. آه أوكي. طيب لا نحفها أكثر. خليها السوداس يعني؟ خليها كذا مرة نحيفة تكون. هذا جا معايا أنا دقيقة. شايف؟ لا تغطي الفراغات أنت بس. نحط كذا. شكل ده. دقتها أنت الحال صح؟ دقتها الحال عجبتني مرة. تمر. تمر بناء بس اللهم تحس في فرق بينه وبين لما تكون مهروسة لما تكون لا. أيوه. تحسه كذا اسهل تاكلها صح؟ طيب الحين تاكد انه عندي. طيب ليه ما اجرب انا حاجه؟ بجرب شيء. جرب. ليه ما اجيب الحبه من دي واحشيها كذا وتخلص عليها كميه صح؟ لا عادي تزبط. والله؟ تزبط هي. طب تسوي يعني زي كوره؟ شيل من هنا كوره ودي. اه انت بتحشي التمر بذا؟ ايوه. لا ما بينفع. العكس 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 ايوه العكس ايوه. وين حسوي؟ سوي يلا سوي واحده كذا حنسويها كذا تكون ايش؟ سبيشال حق مويد. طيب هذه ها؟ مشكلة حتخلص عليك الكمية ما بخلص عليك انا. اه لا انت اخذت كبير تقول؟ مرة تاخذ قليل مرة مرة. خلاص شايف كيف؟ دحين حرجع ايش؟ اقفل عليها. شوف حسوي كذا عشان ايش؟ اتاكد ان الكمية عندي حتكفي. اسوي كذا تمرية حق ميت. شايف؟ كور كور يا حبيبي كور. قفل زي كذا. هي حلوة بس طول يا اخي. هذه حقي شوف جاهز صارت. الفرن ولا كيف؟ ها؟ على الفرن بس انت ترى كترت عجينة. تقول؟ اي كترت عجينة. خلاص تمام. هذه جاهزة حقي. لا جنب. اخذ كمية برضه. انتبه. ما تكتر عجينة تخليها مرة خفيفة. عشان ما يصير عبارة عن عجين، فهمت علي؟ اوكي. طيب، كذا شايف؟ كمل هنا، هات هذا هنا. والله يا اخي الشغلة ممتعة ترى. شايف خلاص يا مؤيد قربنا نخلص. يعني خلاص حطها في الفرن وخلاص؟ ايوه. طيب حتشغل الفرن انت من دحين. تعرف تشغل الفرن يا مؤيد؟ لا. طيب. الفرن ده مره صعب ادري كيف. طيب انا حشغله ما عندك مشكله. اتوقع كذا خلاص خلصنا صح؟ باقي كذا خلصنا ايوه نقفلها تمام وحندخلها بالفرن وتقريبا حتجلس في الفرن لمده 10 دقائق. اه بسرعه. ايوه وحنكون مراقبينها فهمت؟ جميل جدا. طبعا احفك الفرن لانه احس انه مره يدي كلها زيت. طيب خلاص زي ما شاف مشاهدين حندخل فقره ايش رايك ندخل فقره ثانيه؟ طيب انا حطلع فاصل عبال ما احنا نجهز الشيء هذا. طيب طيب اعزائي المشاهدين عبال ما تجهز التمريه هذه اللي انا مره متحمس لها راح اطلع فاصل ونجيكم بفقرة ثانيه.
جيناك مع زي المشاهدين بعد الفاصل في الفقرة الثانية اللي هي باينة مشروب ساخن، بس ايش هو؟ خلونا نشوف سعيد ايش راح يسوي لنا اليوم. اليوم يا مؤيد معانا قهوة تركي او القهوة السوداء المخمخة. هل انت من عشاق القهوة التركي او السوداء؟ انا انسان احب الكيف، كيف من القهوة. طيب بس اليوم في شيء جذبني صراحة. فنجان بالعافية، فنجان روعة صراحة، حشرب منه في الحلقة او حشرب. طيب نحتاج بس الى قهوة تركي، سكر للي يحبوا السكر. انا بصراحة احب القهوة التركي من غير سكر، لانه اصلا هي بتنشرب من غير سكر، بس في بعضهم ما يحبوا مرارتها فبيضيفوا لها سكر او حليب. او حليب، انت يا مؤيد تحبها بدون سكر؟ انا احبها بالحليب. بس اول شيء، بس اول شيء ايش؟ بس اول شيء خلينا نجربها باصليتها. انا كمان احبها باصليتها. طيب نبدا يا مؤيد على طول. حلوه اصليتها هذه، يعني حلوه، جمله جديده كذا. طيب حنشغل النار يا مؤيد. عبيت مويه؟ ما عبيت مويه صح؟ لا، اول شيء حنشغل النار. قديش؟ طيب قديش؟ بمويه؟ دقيقه. ربع. لا، اول شيء حنحط البودره. اول شيء حنحط كم ملعقه؟ حنحط ملعقتين كبار على حسب انت تبغاها غليظه تبغاها كذا. ما نبغاها مره، نبغاها عادي. طيب انا احط ملعقتين كبار. خلاص بدون سكر صح يا مؤيد؟ بدون ولا تبغى كذا رشه؟ رشه رشه، اي رشه. يلا عشان المؤيد عشان نكثر الطعم شويه بس. طيب هذه رشه. حتعبيها مويه تقريبا ربع. تعال شوف، شوف بس كذا يا مؤيد، بس كذا تمام. قبل ان نحطها على النار على طول هشغل بس النار. انا ما نقلب فيها ولا شيء؟ لا لا، حنقلب فيها. لا لا مو كذا، مو انت الدنيا يا مؤيد. طب قفل. طيب منظر العام. طيب لا لا، ما تقفلها، تكون مفتوحه بس. هخفف النار. طبعا هذه يا جماعه القهوه معروفه، اللي في ناس كذا عندهم فكره ان القهوه والكافي كل حاجه في الحياه. لازم قبل ما اصحى من النوم قهوه، قبل ما ينام قهوه. هذا غلط، فيها صح. كميه كافيين عاليه صح. طبعا كل شيء يزيد حده غير ضده، فيعني كوب واحد في اليوم اشوف انه جدا مناسب. ده من رأي شخصي يعني، باقي يعني عندكم. الادمان مو كويس، هي مش مضره ولكن الاكثار منها مضر. بالضبط. طب كم ياخذ دقيقه في النار؟ تقريبا حنحطها كذا على النار منخفض، وحنخليها لمدة 6 دقائق 7 دقائق وحتكون عندنا جاهزة. جاهزة. أول ما حنبدأ نشوفها تبدأ تطلع عندنا، حنرفع كذا رفعة وننزل، حتبدأ تطلع مرة ثانية، بعدين على طول حنكبر في الجهاز. إيش دفع فعاليات هذه؟ أيوه هذا هو القهوة التركي زي كذا طريقته. فحنخليها دحين لمدة 7 دقائق. حتى في النبض كمان تحريك ومدري إيش. طيب أنت مية تقول لي عن القهوة إيش تفضل؟ تعرف القهوة الفرنسية؟ لا، القهوة الفرنسية تيجي حالي. أنا قلت بما أنك تحب الأشياء الحالية يمكن تحب. أنا مش مرة متعمق في القهوة، لكن زي الكمان عادل اللي شفت كمان زي القهوة التركي، القهوة اسمها عربية، قهوة القصيم، هذه الأشياء. طيب الإسبريسو والميكاتو والسفر هذه أعرفها، بس لكن الحين نتكلم على القهوة اللي إيش يجيك. لا أنا قصدي تشربهم. اشربهم. طيب إذا أنت تشرب الإسبريسو معناته حتقدر تشرب القهوة، لأنه الإسبريسو يعني أكثر منه مرارة ما في. خليك صاحي صح، لانه قهوه صافيه لا مويه ولا اي شيء، قهوه صافيه. انا مش مدمن قهوه، لكن يعني ممكن نقول مره في الاسبوع كذا الصباح كذا كنت مروق اسوي لي كاسه او كوب زي كذا. بالعافيه بالعافيه. عجبك الفنجان صح؟ عجبني، كذا حشرب منه بعد بخبى على البيت. لا لا لا، حط ميت عادي يا اخي، خلي هذا الديكور للزينه. طب اسمع بعدين شل، بعد ما يخلص البرنامج شل اللي تبغاه. طيب قول اللي عندك. اسال. اتوقع انه ما في سؤال، اتوقع انه حيطول. في النهايه احنا حنجي حنروح نكب ذا الفقره الثالثه، بس رايك نطلع فاصل؟ نطلع فاصل. ايش باثر على التمريه اول شيء؟ التمريه؟ دحين احنا حطينا التمريه على الفرن، لسه تحتاج الى 10 دقائق ربع ساعه، نحن حنراقبها، واذا كانت جاهزه حنشغل النار اللي فوق عشان بس تعطينا وجه محروق تكون عندنا جاهزه. طيب اعزائي المشاهدين راح نطلع فاصل الفقره الثالثه، حنجرب التمريه والقهوه التركيه. الله نفس القهوة التركية نفس الوزن. نجيكم بعد الفاصل، لا تروحوا بعيد. وجيناكم أعزائي المشاهدين في الفقرة الثالثة والأخيرة المحببة لقلبي أنا وسعيد.
طيب سعيد، ممكن تفهم او توري المشاهدين باختصار انت ايش سويت اليوم؟ اول شيء سوينا يا مؤيد التمريه واعطيناكم الوصفه، جدا سهله. حتحطوا بس سكر مطحون وبيكنج بودر وايش كمان يا مؤيد ذكرني، ودقيق وفانيليا وحبتين بيض. تأكد؟ ايوه حبتين بيض، ثلاثة حبات بيض حسب الرغبة، لين تشوف العجينة عندكم تتماسك. حسب الرغبة حسب العجينة. هترصوها بعدين هتحطوا عجينة التمر، تترصوها مرة ثانية وتحطوها في الفرن لمدة 10 دقائق وحتطلع عندكم بالطريقة هذه. والله معكم هذا الشكل الجميل. وبعدين دخلنا وايش سوينا يا مؤيد؟ قهوة تركي. وهذه القهوة التركي سوينا واحدة بدون وجه وواحدة بوجه. ايش الفرق بينهم؟ اللي بوجه تجيك شوية قارة أكثر. ايوه فأنت يا مؤيد ايش تبغى؟ لا أنا أبغى المبغى قارة أكثر. أجرب. حتسوي طيب يلا يا مؤيد نبدا يلا. اول شيء نبدا بالقهوه. شوي اول شيء يعطيك فنجانك، خذ فنجانك قريب مني ما عليك. ايوه حلو تاخذ القهوه مع شيء كذا حالي. طيب واد سهوله جدا. طيب بسم الله. هذه بوجه اللي هو الرغوه اللي فوق. حط هاي مؤيد فانيليا قاره، وحطينا ايش رشه سكر لمؤيد لانه قال بيجربها يعني على طبيعتها. أوكي. قارة ومؤيد مو من النوع اللي يشرب جدا سيجار. جدا قارة. بس يا جماعة الخير حطوا لها حليب، حطوا لها سكر، دبل سكر، شوفوا حلها. اوكي هي حق ناس كيف صراحة، انا لساني بدا ينحرق بس حلوة والله حلوة، حتعود عليها. ايش بك؟ ها؟ ايش بك؟ ولا شيء، رجعتها عشان بدخل على التمرية. كنا لا 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 انا متعود على القهوه التركيه فهمت، بس ان في الصباح على الريق ما هي كويسه. بطنك عارف طول اليوم فاضيه فيها تشوف شيء كذا ايش هذا. لا رجع يلا يا مؤيد ندخل على التمريه. التمريه على التمريه. التمريه انا باخذ الشكل اللي فوق. بس انا هاخذ هذا اللي هنا عندي. هل لينه هي ولا قاسه؟ دقيقه هنوسخ الدنيا كذا. لا هي خفيفه لانها بتتفتفت حتى معك. كيف هاخذ اللقمه هذه. شايف معانا كيف تحت متينه؟ كنت اقول لك خففها نخففها. قديش بسيطه بس والله جت تمام، طلعت حلوه مع القهوه. القهوه التركيه مره ما شفتها. سعيد مؤيد تعرف ما يحب شيء القهوه صراحه. ماشي انا ما التركية هنسد انت مره قاره ولا ايش انا ما داري. مره جدا سهيل. ايوه مره جدا وانا يعني حميتني بالوجه بدون وجه. اجي اجرب زين ايش رايك؟ ما بجرب لا خلاص. توبه. التمرين ممتازه الله يقول الحق. يبغى تضحك من جد ما امزح معك. التمرين حلوه تستمد لك. انا هاختم الحين لانه لساني بدا ينحرق. طبعا زي المشاهدين يعطيكم العافيه على المشاهده. كان معكم مؤيد زكي وكنت انا معكم سعيد باكودح. الى ملتقى قادم حلقه جديده، مع السلامه. اقول ايش بسلك لي اقول له انا لا ما انا فصلت معك ركز هنا في لا يلا شت. هنرجع للمكونات ولا من البدايه؟ المكونات عاصم المكونات صح؟ ولا بدايه لانه اصلا ما فيها شيء. لا نشرب شاهي، نشرب مويه قبل ما نجي. نشرب مويه عشان نمخمص. اوريك انا. طيب اعطاني. انا ماليش دعوه. لا بجرب. لا جرب في راسك. ليش جرب في راسك؟ جرب في راسك. طبعا زي المشاهدين عبال ما تجهز الخلطه هذه زي ما انتم شايفينها التمريه. لحظه هاي خلجه ثانيه. لا خلاص لا رجع غلط. طيب ندخل على التمريه. ايش هذا يا جماعه؟ ترى ثاني مره تصير معي الحركه دي. جو